مناسبة عزيزة وغالية جدا على قلوبنا، وهي 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الإماراتية. ويمكن العلاقات دي علاقات تاريخية أسس لها الزعماء والقادة الراحلين، ولكن استكمل هذه المسيرة سمو الشيخ محمد بن زايد وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطابق كامل في الرؤى بين القيادتين، وده كان واضح في كل القضايا اللي بتمس المنطقة سواء القضايا الإقليمية أو القضايا الدولية. والحقيقة مهم جدا ان احنا في ظروف اللي العالم بيمر بيها، العالم بيمر بظروف غايه في الاستثنائيه. احنا كنا بدانا نتعافى من ازمه كوفيد 19، ثم دخلنا في الازمه الجيوسياسيه واللي هي ما حدش عارف مداها هينتهي امتى. فوسط ما يطلق عليه يعني العديد من الصدمات الخارجيه، بيبقى مهم جدا ان احنا النهارده نبتدي نتكامل اكتر، نتكامل في مجال الاستثماري، نتكامل في مجال التصنيع الغذائي، يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من الزراعه، من احتياجاتنا المختلفه، لان ده الحقيقه اللي بيدي قوه للدولتين. فاحنا عندنا المنصه الاستثماريه المشتركه بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنميه وابو ظبي القبضه التنمويه اللي قمنا بيها بمجموعه من الاستثمارات خلال الاعوام الماضيه، وباذن الله عندنا مجموعه اخرى من الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.